اللي بحب فيها هواها النقي، بحب جوها صافي، بحب الناس اللي فيها، بحب يعني شجرها، فيش يعني أصوات مزعجة زي البلاد. هناك دلو دوشي، صوت السيارات، هون أحسن. من يوم ما خلقنا يعني صحينا احنا، احنا صحينا حالنا وبياتنا موجودين هنا، عشنا وعشا بياتنا وتوفى بياتنا واحنا ظلينا في المنطقه في الحديديه هنا، وتجوزنا وخلفنا ووضحنا يعني عندنا عيال ولادتنا كلهم، وتجوز ولادتنا وتجوزن بناتنا واحنا في المنطقه واحنا هنا. حياة الريف وتربية الثروة الحيوانية هي الحرية في عينها، لأني لو بدي أروح عامل في شركة بصح ليش إذا وجعني راسي إني ظل شغلي ماشي، وإنما تربية الثروة الحيوانية أنت ممتلك حريتك. بنحرض هالوط اللي حوالينا ونزرعهن وطرشاتنا برعين، وفيش يعني شيء مثل ما تقول يعني برا، يعني احنا ما بنروح لا نشتغل في مستعمرات ولا مستعمر ولا في شيء من مرة. عندي بسي وكلب ودجاجي وحمامي، الدجاجات يعني بستفيد منهم واخذ منهم بيضات، والبسات بنيم في حضن المغرب او كرة العب معهم، والكلاب بحماني، والحمامات دائما بشوف انهم طائرات. من الصبح بقوم بنساوي الشاي، بنشرب قبل طلعت شمس، وبنقوم على غنماتنا بتفكدهن. في الطبع مرتي وبناتي بحلبوا، وولادتي اللي ضايلين عندي بحلبوا فيهن، برضعوا الخرفان كذا. أنا بطلع من هناك بشق على الشجرات، بدين سكية بقعد أسكي، بدين سكية بقعد أحرف على تركتري. فيما يبكوا برضو ولادتي مشغولين، بعض أوقات أنا بطلع بصرح في الغنمات. فحياتنا إحنا في نظرنا حلوة، لكن الصعوبات مش حياتنا الريفية اللي مصعبها، الاحتلال اللي مصعبها. عشنا لحد التسعين وإحنا في ظل عسكري، حكم عسكري أجرت جميع التجارب الإسرائيلية علينا، منها من تقل الأغنام والأبقار، منها لمصادرتهن وتدفيعهن غرامات مالية، منها لملاحقة مربيين الثروة الحيوانية وتقديمهم محاكم عسكرية وتدفيعهم غرامات مالية، وأكملها في التالي لسياسة هدم البيوت اللي هي 97. أول ما بنيت في داخل أراضينا المستوطنات وعملوا لها السياسة الإسرائيلية أرض مستوطنات وحرم مستوطنات وأمن مستوطنات، هاي هي مشاكل الاستيطان. في سنة 1971 بنوا مستوطنة بقعوت، وجميعنا مربيين ثروة حيوانية من أبقار وأغنام، صاروا اللي يقرب تلا أراضيهم يطاردوه، وحج من الحجج خطرة أجوا طاحوا على صاحب غنم أخذوا منه خرفان، فما رحت له إلا هو شو بقول للمستوطن اللي أخذوا الخروف،
بقولوا ليش تاخذ الخروف انتو حرامية؟ ولا هو بقول لا هذول بيجين وبيجبن الدبان. مسؤول الأمن هان الموجود واحد اسمه موسى سيفان، هو اللي دائما بيطلع في الحملة على مربيين الثروة الحيوانية وبضربوا الغنم، وإله عادي دهس غنم، لكن قوة الجيش معه بصدر التهمة، لكن في نفس الوقت إحنا بنرد عليه في نفي التهمة، لكن برضه هو مصدق عند الجيش وإحنا مكذبين. حتى وصلت خطرة منهن بنرمم في بير شراكي مع الهيدروجين، والبير هذا هو بعيد من بيتي هذا عبو 25 متر فقط، فجاب الجيش ومنع المؤسسة وعمال المؤسسة والمقاول من العمل. رعيه موجودة في وسط التجمع، قطعت أوصال مناطق الرعي مثل المنطقة اللي في جنبها جميع السهول المحاذية لها، هي أرض محرمة لناحية الجنوب، هاي المنطقة معسكر سمرة، منطقة الغرب هذا هو عين برعيه، بنيجي لمنطقة الشرق معسكر حمدات ومستوطنة حمدات اللي بطل حوالي المعسكر بيطلع له الجب في الرصاص. الطريق الشريان للحديدية اللي بربطها في الأصل في طمون وعاطوف أغلقتها رعيه، ما ظل الناس إلا مدخل واحد اللي هو من مكحول اللي بيجي اليوم وهو ترابي من أول نقطة مطار علينا منع التجول، وفوق إنه ترابي جينا نحط حبة حصاص من الجبل فيها تنقدر نفوت ونروح نطلع أثناء المطر، أجوا في جرافات وبلدزرات وفحروا الطريق، برضو حطوا عليه سدات ترابية بتقدر تشوف وين رايحوا للجاي. بقوم بغير أواعية وبروح بمشي طريقي للشارع، بتوحل في جلاطة كيف بتوسخ ملابسي مرجولي الأبيض والأزرق وصل من أسود. مرتين العام والله صمود إنها أنا بتقولي بديش أروح على المدرسة في الشتاء، قلت لها شعب تقول لي هجاجة البنات بدهن يتهزين علي وكلني مريولش ليش؟ قلت لها كل خلينا نتهزين، كنا احنا في ما احنا في سهل معذبين، بس احيانا احنا نبقى وعينا انظف من وعيتنا اللي في الدور. احنا انهدمنا 7 مرات، اجونا من الصبح بكيت حامل الا كان بدي اروح اخبز، يعني تقريبا جوز الناس بعدهم نايمين الساعه، ولا الجبات جايات انت المستعمره كم ولفان وحوطنا الدار البركسات، الشغلات الضروريه ما خلوناش نطلعها زي الغاز اللي عندنا كسروه والتلفزيون كسروه. أجا والله واللحم والطابون والخبز في الطابون، ولكن الخبز في الطابون ما خلونا نصيب ولا ذيك، قلبوا عليه ودملوه وحطوا لي جبش. وفي كمان الحمام اللي عندنا خلوه يموت جوا، والبيض اللي إله والزغاليل الصغار متن جوا، مشان هيك اللي لحق لحق واللي ما لحقش هلك مات. يعني هد الورق صاد فوق الحمام الكبير يعني بيقدر انه ينجح حاله شوي، ما صغار كيف بده ترن ما لهنش ريش،
لما شفت الدار مهدودة يعني حسيت إنه الوساوس اللي عندي كلت نجين من جوا ولا هلكن. 16 يوم احنا تحت رب العالمين، تحت المطر والثلج، ثلاث مرات يجيبونا البركسات ونصبهن يهدوهن وحملوهن وياخذوهن، والله بلاستيكة فرشتها تحت الأولاد وغطيتهم في البلاستيك، أجوا على البلاستيك كبعوا البلاستيك عن فوق ذاك وقضبوا البلاستيك من فوق الفراش وشتوا الأولاد اللي هناك. ترجع بس نتفي هيك عملهم حوكة إني أتوكها وبس يفوت الأطفال أغيرهم ما رضي. صمود كل يوم ما بدك تغيرينا برا قدام الناس تتفرج علينا ومش بسوي. في إلي كان مثل إلي كبير ربيته هو صغير وكل يوم أشربي لبن وحليب كل يوم كل يوم كل يوم كانوا مهدمونا وبطل ما خلوناش كانت إشت الدنيا عشان فيش إشي تم إنه ينام عنده كام هاجر راح على مطرح ثاني خلاص دشرني. تعال الحديدية اليوم كلياتها الموجودات فيها 16 عائلة بما فيهم أربع عائلات من الخلايلة أجوا جديد، يعني معناها 12 عائلة، بينما في 97 بداية سياسة هدم البيوت كانوا 54 عائلة في تجمع الحديدية من فوق ال 200 نسمة. قبل ال 67 كان ما يزيد عن 300 عائلة، احسب ال 67 300 عائلة. إذا ظلوا لليوم في الظرف السياسي اللي كان موجود قبل ال 67 كم عائلة بدها تكون؟ بدها تكون من فوق ال 1000 عائلة، يعني من فوق 7000 نسمة، بمعنى أكثر من بردلة، أكثر من البيضة، أكثر من شردلة على بعضهم. ولكن اليوم هم وعائلات الخلايل اللي عندهم كلهم 112 نسمة. ولا يمكن ان نصل للياس، لان هان جذورنا، والمواطن بلا وطن كالشجره بدون جذور. سميناها صمود حتى انه ظل صامدي صامدي في المنطقه هاي. صمود الوطن.